بادئا ببدء تحية نضالية عالية لجميع الحضور الكريم اللي شرفنا في هذه الوقفة. نقف لهم وقفة إجلال وإكرام لأنهم كيجيو كيدافعوا على الحقوق ديالهم بقرعة كبيرة منقطعة النظر. اليوم الوقفة ديالنا كتجي احتجاجا واستنكارا على ما وصلت إليه المكتسبات ديالنا من صباهور، حيث تم الإجهاز على الصناديق ديالنا لا التعاضدية ولا المشاريع الاجتماعية، وتم الإفلاس ديالها بشكل نهائي. المطالب ديالنا في هذه الصرخة السادسة أو الوقفة السادسة مطالب أساسية غنقولها لكم في نقاط. النقطة الأولى محاسبة رموز الفساد، أولا علوش بشحيم رئيس التعاضدية اللي وصلنا لهذا المستوى ولهذ الانتكاسة اللي كتشوفوا ديال اللي كتعيشها التعاضدية. ثانيهم أحمد خليلي بن إسماعيل رئيس المشاريع الاجتماعية الذي أجهز على الصندوق ديال المشاريع الاجتماعية ودير فضائح كبيرة باع لينا الممتلكات ديالنا على في جميع مناطق ديال المغرب، واحد المجموعة ديال المرافق الاجتماعية طحنها. ثانيا النقطة الثانية اللي هي جد مهمة، نرفض رفضا باتا كنسطر عليها بسطور غليظة أسطر غليظة، نرفض رفضا باتا هذه المذكرة الملعونة والمشحومة ديال التعاضدية اللي مروها علينا، وكنقولوا هاد المذكرة نرفضها رفضا باتا ولا تلزمونا. النقطة الثالثة واللي هي تاهي أساسية وللإخوان لا الناشطين ولا المزاولين ضارين منا، هي الزيادة ديال 2011 اللي عطانا صاحب جلالة وقف عليها السي مخاريق الأمين العام عهد الحكومة ديال عباس الفاسي، واستفدنا من 600 درهم للأسف الكبير الشديد، استفدوا منا جميع الوكالات إلا تحسبات لهم في الوعاء ديال التقاعد إلا ليديك شركة ليديك اللي ما استفدتش منا. كنطالبوا الأخ مخاريق يوقف مع رئيس الحكومة ويعاود يديكلونسي لنا هذا المشكل، وعندنا واحد العشم كبير فيه لأنه مناضل كبير وصندوق نحبه، وخير دليل على هذه الوقفة راه كتشوف جميع العمال بجميع أطرافهم مستخدمون وأطار مع الاتحاد المغربي للشغل قلبا وقالبا، ورأوا في السراء والضراء لأنها مركزية كتدافع عن الحقوق ديال الطبقة الكادحة. هذا هو مجمل ديال النقاط. كاين نقاط أخرى يمكن نتطرق لها إن شاء الله في مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا هذه الوقفات الاحتجاجية جات بناء على واحد التصرفات من بعض النقابيين اللي هما خداو التمثيلية واستحوذوا على القطاع أو المؤسستين الإداريتين شؤون اجتماعية وتعاضدية، وبعدم يعني سوء التسيير ديالهم أجهدوا على كل شيء، أجهدوا على الشؤون الاجتماعية والتعاضدية، يعني أصبحوا مدينين بعدة مليارات، مع العلم أنه هذا القطاع من أغنى القطاعات في الشؤون الاجتماعية. وفي الشأن التعاضدي حنا من الناس هذا القطاع اللي عنده قطاعات كبيرة وعنده جوج صناديق اللي هو صندوق ديال سينيسيس وصندوق ديال سينكاس، وهذا الصندوق ديال سينكاس اللي هو من جيب العمال، خاص من جيب العمال. أما السينيسيس فهو اللي عنده واحد الطار من العامل ودو بار من الإدارة، وهادشي راه معروف عند هذا. لهذا هاد الإخوان واقفين على هاد الاحتجاج بناء على عدد ديال الخروقات اللي وصلت من عدد المسيرين النقابيين. لهذا نطالب بالرحيل وبالمحاسبة ديالهم في هاد الشأن هذا، والتحقيق معاهم
والمعاقبه. وزيادة على هادشي هذا جادوا علينا على بعض المكتسبات اللي هي كانت من حق العامل اللي تعطات في 2011 اللي هي زيادة 600 درهم كناك وما مشاتش لوعاء ديال التقاعد وأين ذهبت الله أعلم. لهذا احنا نطالب باسترجاع الحقوق ديال العمال من 2011 زائد هذه المشاكل اللي تعرضت لها التعاضديه لإفلاس تام. والآخر 2024 شهر واحد شهر 4 يعني خرجت مذكره من الوزاره الداخليه تتجهز على التعاضديه والشؤون الاجتماعيه وتطرد التسيير المالي لاداره ريضال والتسيير المالي ديال الشؤون الاجتماعيه لنيداك. لهذا نطالب باسترجاع حقوقنا الكامله بما فيها التعاضديه 100% لانه عندنا يعني مساهمات جد طالعه جد كبيره. وهذا غيبقى هذا المسار ديال الاحتجاجات حتى نوصلوا الرحيل هاد الناس ومحاسبة هاد الناس وعقاب هاد الناس هذا واسترجاع الأموال من هاد الناس هذا وهذا. والسلام عليكم ورحمة الله. تابعونا معنا فلاشين وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.